صاحب العصر يا صاحب العصر أحسن الله العزاء لك في أبي سليل طه الأطهر قد جرعوا القوم كاسات الردى قد جرعوا القوم كاسات الردى فمضى شهيدا والأنام بمنظر فإلى متى يا ابن النبي أما ترى فإلى متى يا ابن النبي أما ترى كل ابن أفاك عليكم يجتري نهضا فما ترضى العلا بدمائكم يا صاحب العصر نهضا فما ترضى العلا بدمائكم هدرا يكون وكسركم لم يجبر سيدي أفلا يهيجك أن أهلك قد قضوا أفلا يهيجك أن أهلك قد قضوا ما بين مسموم وبين معفر مجدل فوق البسيطة عاريا ومجدل فوق البسيطة عاريا ملقا ثلاثا بالعرى لم يقبر شلوا مغارا للخيول ورأسه شلوا مغارا للخيول ورأسه كالبدر يزهر فوق رأس الأسمر ابن النبي المصطفى حزني لكم أجرى عتابي في دوام الأعصر ساعدك الله يا صاحب العصر على هذه المصيبة مصيبتك في فقدك أبيك العسكري ولكن ساعد الله جدتك الزهراء فهي في كل يوم في عزاء وفي مصيبة ومنهم بسامراء ومنهم في خراسة
ومنهم برض بغداد ومنهم برض كوفة. وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشا يا حسين وين اللي يواسني على عسل. أنا دهري رماني من رزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي. أنا ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح مالي. وأعظم علي لأن غناعي على حسين. أنا أبكي على أولادي قضاء وبالسيف والسيا وأبكي على أبوهم شتيل لابن ملجأ. وإن كان بالله تسألوني يا هو أعظايا أعظم علي لا نحن على حسين. أنا أبجي على أولاد ذبايح يا معاشو وأنا نصبت لهم عزايب وسط القبور ونسيت وزهراء ونسيت ظلع الليب صير الباب مكسور. وأعظم علي لا على حسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دكتور علي تفضل تفضل من رخصتكم استميحكم عذرا. قال الله في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. الآية الكريمة تشير إلى صفة من الصفات الأخلاقية وقيمة من القيم والفضائل الأخلاقية وهي صفة الحلم وتجرع الغيظ. الآية الكريمة نزلت
بعد واقعة أحد، لما صارت الواقعة أقبل بعض المسلمين إلى رسول الله محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله، جاءوا إلى رسول الله معتذرين نادمين لأنهم لم يلتحقوا بهذه الواقعة، واقعة أحد، تخلفوا عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزوة أحد. لما انتهت الواقعة ندموا، لما ندموا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تائبين نادمين، أرادوا من النبي أن يصفح لهم ويغفر لهم، وإذا بالباري جل وعلا ينزل وحيه المقدس على قلب النبي محمد، صلى الله على محمد وآل محمد، يأمره بأن يقبل توبتهم ويصفح عن مسيئهم ويتقبل هذه التوبة وهذا الندم وما إلى ذلك. فنزل قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. زين، هذا الإطار الذي نزلت فيه الآية الكريمة كما يروي المفسرون. إذن الآية الكريمة تشير إلى مزية من المزايا الأخلاقية لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام، وأيضا وللمؤمنين، أيضا المؤمنون يتصفون بهذه الصفة. ليش؟ لأننا نحن أتباع من؟ أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذه الصفة، صفة الحلم وتجرع الغيظ، في الواقع هي منهج للتعامل الاجتماعي. التعامل الاجتماعي يحتاج إلى الصفح، يحتاج إلى المغفرة، يحتاج إلى أن أتحلم وأن أعمل فكري وعقلي ومشاعري فأصفح عن الآخرين وأعفو عنهم، خصوصا المؤمنين والمؤمنات. لأن ترى يا أخي، أس المشاكل الغضب، كل المشاكل على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي على المستوى الأسري، الطلاق وما أدراك ما الطلاق وغير ذلك، كل هذه، وحتى على المستوى السياسي، حتى على المستوى السياسي من القتل والتشريد والأذى والاضطهاد والسجن وما إلى ذلك، سببه الغضب، عدم وجود حلم ولا سعة صدر. مشاكل كثيرة تحدث بين الزوج والزوجة، سببه سوء تفاهم بسيط لكنه يكبر ويكبر ويكبر وهكذا، فيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. فإذا هذه الصفة يجب، التي هي منهج من مناهج التعامل الاجتماعي، عمل النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام على ماذا؟ عملوا على إرسائه في الحياة، فعلى محبيهم وأتباعهم أن يقتدوا بهم في هذا المنهج. لازم إحنا كأتباع وكمحبين، خصوصا أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يجب علينا أن نتحلم، أن نأخذ بهذا المنهج ونتصف بهذه الصفة. إذن يجب أن نقرأ هذه الصفة من الحلم وتجرع الغيظ كمنهج للتعامل والتسامح الاجتماعي، ونعمل على تأهيل المجتمع بهذه الصفة، خصوصا الرساليين الهادفين والعاملين الذين يعملون في سبيل الله ويتسنمون هذه المناصب، يأخذون هذه المناصب فيكون في هذه المؤسسة الدينية أو تلك، في هذه الجمعية أو هذا المأتم أو الحسينية أو غير ذلك،
ينبغي على هؤلاء أن يتصفوا بصفة الحلم وتجرع الغير. المجتمع أمزجة مشاعر ما إلى ذلك، يجب أن يكون أن يتسع صدرنا لكل ذلك، لكل هذا الجفاء وهذه القسوة وهذا التعامل القاسي وسوء الظن وما إلى ذلك، فيكون صدرنا يتسع ويستوعب كل المشاكل وكل النكبات في الحياة. إذن فما هو الحلم؟ الحلم بمعنى أو هو خلاف الطيش، بمعنى الأنات وكظم الغيظ. ولهذا يقول الراغب الإصفهاني في مفردات القرآن يعرف الحلم فيقول هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. كثير من المشاكل أنا أغضب لكلمة أو فهم سيء، بعد ذلك تنتج مني ما لا تحمد عقباه من التصرفات وغيرها. فضبط النفس والطبع بحيث يتطبع الإنسان على هذه الصفة، ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب، بمعنى أن يسيطر الإنسان على نفسه حينما يواجهه الآخر بماذا؟ بتصرف مستفز. ولهذا يسأل الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه ما الحلم؟ فقال كظم الغيظ وملك النفس، أن يضبط الإنسان نفسه حتى في أحرج المواقف. زين. فإذا ورد، ولذلك ورد في الحديث ما من جرعة يتجرعها الإنسان أعظم أجرا من جرعة غيظ في الله عز وجل، خصوصا فيما بين المؤمنين فيما بين المقربين. نحن نتكلم عن هذه الصفة باعتبارها أصل من الأصول في التعامل الاجتماعي والتسامح الاجتماعي. وأما خلاف ذلك، القرآن يقول وحرض المؤمنين على القتال، ويقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار لكن رحماء بينهم. ولهذا تعتبر أصل. ولذلك علماء الاجتماع وعلماء النفس يقولون، تجاوزا سماحة الدكتور، يقولون بأن الأسلوب السلمي، نقلت العبارة كما هي، الأسلوب السلمي واعتماد مبدأ الصلح في التعامل مع الناس، دائما الإسلام يقدم الصلح في أي مشكلة من المشاكل تحدث بين الزوج والزوجة، بين الزوج بين الرجل والمرأة، بين الرجل وأخيه، وهكذا الأخ وأخيه، المشاكل الموجودة دائما الصلح هو المقدم. فيقول أو يقولون الأسلوب السلمي واعتبار أو اعتماد مبدأ الصفح في التعامل بين الناس أو مع الناس هو بحد ذاته تأصيل للرحمة بين الناس. هذا جزء من الرحمة. التعامل الاجتماعي يحتاج إلى صفح وإلى صلح وإيجاد أسس قوية للتواصل بين هؤلاء البشر. ولكن في الطرف المقابل أسلوب العنف والكراهية ما هو؟ أما أساليب العنف والقسوة والاعتداء فإنها تقلل التواصل والتراحم وتؤصل للعنف الدائم والكراهية والبغض والحقد والنميمة والحسد إلى آخره. إذن هذا أصل من الأصول التي أقرها الإسلام. إذن الحلم وتجرع الغيظ هو لون من ألوان الرياضة النفسية، يستطيع الإنسان التعامل معها، مواجهة مشاكل الحياة بصبر واستيعاب، والتعامل مع الحالات الشاذة بصبر وحلم وسعة صدر. وما كانت الحياة في يوم من الأيام كلها حياة رخاء وسعادة، وما كان المجتمع كله مجتمع ملائكي، فلا بد من وجود المزعجات، لا بد من وجود المنغصات
ولا بد للإنسان أن يمر بحالات شديدة من العسر أو النكبات أو المشاكل أو المصائب أو غير ذلك، عندها يثبت الإنسان رجولته وتحمله للأذى وصبره على الشدة واستيعابه للشدة. ولهذا القرآن الكريم أثنى على هذه الشريحة التي تحلم وتصفح وتكظم غيظها وقت الشدة، فقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذه الصفة في الواقع لا تتصف بها إلا النفوس الكبيرة والشخصيات الفذة التي تحلم وتعفو وتصفح مع قدرتها على الانتقام والمقابلة بالمثل، ولكن الخلق والأريحية والنفس العالية والأخلاق السامية تدفعها إلى المغفرة وتدفعها إلى الصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان. وهذا هو ديدن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الصفة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله صبر على كل الآلام وكل المشاكل التي واجهها حتى ثبت أركان الدعوة وأركان الرسالة، ووسع الناس بأخلاقه وبحلمه وسعة صدره. كان يأتي إلى القبائل العربية وإلى بيوتات مكة وإلى الناس ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وإذا من خلفه عمه أبو جهل يقول: لا تصدق ابن أخي فإنه ساحر كذاب أو مجنون. وهذا ديدن ومواقف المجتمعات والأنظمة المتخلفة مواقفها من المصلحين والعظماء والعمالقة. كذلك أهل البيت سلام الله عليهم صبروا وحملوا هذه الصفة. النبي يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. إذن نحتاج إلى صبر. إذا كنت في هذه المؤسسة أو تلك أصبر، أتحلم، أتجرع الغيظ، عندي مشكلة بيني وبين زوجتي، يكون الحلم هو المقدم والصلح هو المقدم، لا يكون الغضب، كما هم أهل البيت سلام الله عليهم. ومن هؤلاء الإمام الحادي عشر سلام الله عليه صاحب هذه الليلة، الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من أبرز المكونات النفسية التي اتصف بها عليه السلام هو حلمه وتجرعه الغيظ ومعالي أخلاقه وسمو أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، حتى أثرت هذه الأخلاق وهذا الحلم على أعدائه والحاقدين عليه الذين شهدوا بإمامته وشهدوا بأخلاقه ومكارم أخلاقه سلام الله عليه. أحمد بن عبيد الله بن خاقان، هذا الرجل كان شديد العداء لعلي وآل علي، كان ناصبيا، لا يحب الإمام الحسن ولا يحب أهل البيت سلام الله عليهم. بعد وفاة الإمام ورحيل الإمام الحسن سلام الله عليه، جرى في مجلسه ذكر المقيمين من آل أبي طالب بسر من رأى، يعني في سامراء اللي قاعدين بسامراء من أهل البيت جرى ذكرهم وذكروا صلاحهم، عبادتهم، زهدهم، كذا أخلاقهم، تقربهم أو قربهم من السلطان وأقدارهم من السلطان. فقال هذا الرجل أحمد بن عبيد الله بن خاقان: ما رأيت ولا أعرف بسر من رأى رجلا من العلوية مثل الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا في هديه وسكونه وعفافه وزهده وعبادته وصلاحه. وقام يذكر أخلاق الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول: في يوم من الأيام كنت واقف على رأس أبي في مجلسه. عبيد الله بن خاقان
كان أحد وزراء المعتمد العباسي. هذا الرجل كان يحب الإمام الحسن العسكري ويقرب الإمام العسكري سلام الله عليه. يقول: كنت أنا واقف على رأس أبي إذ دخل حجابه الحراس اللي على الباب، فقالوا: أبو محمد بن الرضا بالباب. يقول أحمد بن عبيد الله فصاح بهم بصوت عال مرتفع: ائذنوا له، يعني خلوه يدخل بسرعة بسرعة، ائذنوا له. يقول دخل، يقول أنا تعجبت منه من أبيه ومن جسارتهم هؤلاء الحجاب أن يكنوا أحدا بحضرة أبي، ولم يكن يكنى عنده إلا خليفة أول عهد أو من أمر السلطان أن يكنى. هذا غريب، كان صلف، كان لا يريد أحدا أن كان لا يريد أحدا أن يكنى إلا خليفة أول عهد أو من أمر السلطان. لكن هذا الرجل الإمام أبو محمد بن الرضا بالباب قال أذن له. يقول بينما نحن كذلك إذ دخل رجل أسمر أعين، قام يعدد صفات الإمام سلام الله عليه في هيئته وأخلاقه، جميل البدن أو حسن القامة، جميل البدن، له هيئة وجلال إلى آخره. لما نظر إليه أبي قام من مكانه فمشى إليه خطوات، ثم عانق وقبل ما بين صدره وممكبه عليه السلام، ثم أجلسه على مصلى. يقول جلس معه على المصلى وأنا أنظر متعجب، أبي ما فعل مع أحد لا من القواد ولا مع الوزراء ولا غيرهم مثل هذا الفعل، إذن من هذا الرجل؟ يقول ثم أجلسه على مصلى وتحادث معه ساعة، يعني شيء من الوقت، ثم قام وانصرف. اختصار رواية: ثم قام وانصرف الإمام سلام الله عليه. عند ذلك في اليوم الثاني بعد صلاة العتمة، صلاة الصبح، يقول جئت إلى أبي قلت له: أبا، من هذا الرجل الذي فعلت معه ما فعلت من الإكرام والجلال والهيبة وما إلى ذلك، وقبلته وفديته بروحك وبنفسك وبأبويك؟ قال: يا بني، ذاك إمام الرافضة الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا. ثم أطرق بنفسه برأسه، أطرق برأسه، رفع رأسه، قال: يا بني، لو زالت الخلافة عن خلافة بني العباس ما استحقها أحد غيره. لماذا؟ قال: لعفافه وصيانته وزهده وعبادته، وقام يعدد من أخلاق وسمو ومكارم أخلاق الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. فالإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، الإمام عفوا العسكري سلام الله عليه، كان موضع تقدير واحترام الجميع بما فيهم الأعداء والخصوم، والفضل ما شهدت به الأعداء. إذن هذا جزء يسير من أخلاق الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. الإمام العسكري سلام الله عليه تقلد الإمام في وضع مضطرب وفي دولة منفلتة ليس بها نظام، وقد تحكم فيها الأتراك والأجانب، يسرحون هذا وينصبون ذاك، وما الخليفة إلا بالاسم، خليفة في قفص بين وصيف وبغاء، يقول ما قال له كما تقول الببغاء، ما إلى وجود. الذين تحكموا بالدولة العباسية آنذاك ليس المستعين ولا المعتز ولا المعتمد ولا غيرهم من الخلفاء، وإنما الذين تحكموا في الدولة وقيادتها هم الأتراك والنفوذ الأجانب. كانت الدولة ضعيفة، ومع ذلك لم يترك الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ما تركوه في حاله، وإنما لاحقوه وطاردوه، خصوصا عندما
علموا أن من صلبه الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا وإذا بالإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ينتقل من سجن إلى سجن ومن طامورة إلى طامورة بأبي وأمي. صور الإمام الحسن العسكري شباب، عند وفاته كان له 28 سنة. شنو يعني الإمام قضى شبابه في السجون بأبي وأمي، صار ينتقل من سجن إلى سجن ومن طامورة إلى طامورة. مرة يسجن عند صالح بن وصيف التركي، ومرة أخرى يسجن عند علي بن أوتاش الذي ضيق على الإمام وعامله معاملة سيئة بأبي وأمي، ومرة ثالثة يسجن عند نحرير أحد جلاوزة النظام العباسي. هذا الرجل ضيق أيضا على الإمام سلام الله عليه. التفتت امرأته زوجته، التفتت إلى نحرير وقالت: اتق الله، ويلك اتق الله، أما تدري من في منزلك؟ يقول الراوي: فغضب نحرير فقال: والله لأرمين به في بركة السباع. وفعلا استأذن في ذلك وأذن له وألقى بالإمام سلام الله عليه في بركة وحوله السباع، فلم يشكوا في أكلها له. لاحظوا، لم يشكوا في أكلها له، نظروا إلى الموضع الذي فيه الإمام العسكري عليه السلام، وإذا بالإمام يصلي ومن حوله السباع تبصبص. هذا هو الإمام، كرامة الإمام، جلالة الإمام، الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ولم يسلم الإمام من السجن إلا نعم في آخر معتقل كان عهد الطاغية المعتمد العباسي الذي أودى بحياة إمامنا سلام الله عليه. المعتمد العباسي سجن الإمام العسكري ثم أفرج عنه، ولكن بعد أن عقد العزم على تصفيته بأبي وأمي، عزم على قتل الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. وكيف قتل الإمام بأبي وأمي؟ بذلك الأسلوب الغادر، وهو أن دس إليه سما قاتلا سما نقيعا. ألمناد وإماما وسيدا، قدم إلى الإمام سما نقيعا في طعام. لما تناول الإمام من ذلك الطعام المسموم، وإذا قد جرى ذلك السم في جميع أجزاء بدنه، فأحس الإمام من فيه إلى سرته من يقطعه بالسكاكين أو يشرحه بالمواسي، وظل الإمام سلام الله عليه على فراش المرض يتقلب يمينا وشمالا، والسم يسري من مفصل إلى مفصل ومن جارحة إلى جارحة، وهو يحتضر للقاء الله وقد ضعف بدنه وتغيرت ألوانه. هذا والإمام على فراشه وليس معه إلا صقيل الجارية وعقيد الخادم وابنه الإمام الحجة، وكان عمره 5 سنوات بأبي وأمي.
التفت الإمام الحسن العسكري إلى عقيد وقال: يا عقيد ائتني بماء مغلي بالمصطكى، يعني نوع من أنواع الشجر يستعمل دواء. فأغلي له ذلك الماء وجيء له بقدح فيه شيئا من الماء المغلي بالمصطكى، وناوله وناولوه إمامنا بأبي وأمي، ولكن بأي حال كانت يداه ترتعدان. فأخذ ذلك القداح أراد أن يشرب أدناه من فمه، وكانت يده ترتعد، فضرب القدح في ثنايا الإمام، فترك الإمام القدح وقال: يا عقيد اذهب إلى صحن الدار فإنك ترى سبيا ساجدا. يقول عقيد: ذهبت إلى صحن الدار ونظرت إلى صبي ساجدا، إلى صبي ساجد وهو يشير بسبابتيه إلى السماء. لما انفتل من سجوده قلت له: يا هذا إن الإمام يدعوك فاخرج إليه. فقام الغلام الصبي الصغير بأبي وأمي مؤرولا مسرعا إلى أن وصل إلى أبيه الإمام العسكري، ففتح الإمام باعه وضمه إلى صدره وبكى وقال: أنت الخليفة وأنت الحجة، أنت الإمام المهدي وأنت خليفة الله في أرضه. ثم سقاه شيئا من الماء. أجركم الله، الإمام صاحب العصر والزمان، سقى أباه الإمام الحسن العسكري قطرة من الماء، ولكن من الذي سقى جده الحسين يوم عاشوراء؟ الحسين على بوغاء كربلاء وهو ينادي: يا قوم اسقوني جرحة من الماء. فسقوه بالسهام والنبال والحجارة لمناد وحسينا وإماما. عند ذلك التفت الإمام العسكري إلى ولده الإمام الحجة هذا الغلام الصغير وأوصاه بجميع وصاياه وسلمه مواريث الأنبياء. أجركم الله، وعند احتضار الموت غمض الإمام عينه وأسبل يده ومد رجله وأطبق فاه إلى أن فاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وإماما وحسنا وكهف الأرامل واليتامى والمساكين، غابت أنوارا وانطفت وفجعة الدين، ولجل أبو محمد حل بالأكوان زلزال، وسامرت موج من المصيبة وعظم الأهوال، والجو مظلم والعرش لمصيبة أمال، وخليفة الحجة يهل مدامع العين، اصفرت الوان والنت صارت قصيرة، اصفرت الوان والنت صارت قصيرة،
أويل وعيلتي صارت بحيرة، واسفة برض غربة يموت بلا عشيرة، ما بين عددين ما عدهم محنة، وغمض العين ومدد ايده وغابت الروح وتزلزلت بسمات سامرة من النوح، وصاحب الغيبة من المصيبة القلب مجروح، والنات أبوه شعبان قلبه وجرحن، وباشر بتغسيل أبو صالح وسجاء، وبالمغتسل بيده حمل الإسلام، خلى شفنه وفوق النعش حط وصاح، ويلا شفت يا أبو يا قلوب هالعدوان منه.